فانت لا ومطالب بمحاكمتك بتهمة إثارة الفتنة، وشايف انك بتنفذ أجندة وضعتها لك قطر وجماعة الإخوان. دي المرحلة الثالثة والأخيرة من شوبير في حروبه مع أي حد. أنا جاري واتشرف بكده وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في السويس، ومرته في عمارتي جنبي، وإحنا نعرف بعض من إحنا صغيرين، ولما كنا بنلعب في نادي منتخب السويس كان يركب معانا الأتوبيس عشان نسافر اسكندرية، أيام ما كان بيطلع مع كل أتوبيس نادي الضابط يروح معاه. وشقيقه ست اللواء مجدي إبراهيم، يعني ده أكتر الناس اللي يعرفوا مين إخواني ومين مين مش إخواني. أنا كل أسبوع رايح جاي في المطار، كل خمس أيام أنا في المطار رايح جاي. شوبير بيتكلم على أني أنا في أجندة وفتنة أنا بعملها. طيب ده اتهام لشوبير لنفسه بالخيانة للوطن. ليه؟ ده اتهام من شوبير لنفسه بالخيانة للوطن. أنت عارف أن أحمد الطيب موجود في قناة النيل وبينفذ أجندة ضد مصر إخوانية من قطر، وانت بتطلع معاه في التلفزيون وتسلمه الميكروفون مع الزميل أحمد الطيب، ولما تيجي شكرا لأحمد الطيب وانت عايش معاه، إذا انت موافق. طب ما مشيتش ليه لما أحمد بينفذ قضية إخوانية وتقول أنا مش هطلع مع الرجل ده؟ حتى لو طلبت ان انت تكون في استوديو تاني، ابعد يا أخي. إيه اللي خليك مشارك في تواجد أحمد الطيب في هذا الأمر؟ أعتقد دي حضرتك ترد عليها مش أنا دلوقتي، إيه رأيك؟ جايز يعني جاءته المعلومات تجمعت لديه. ايوه ما خدش بعضه ومشي ليه؟ ليه يشارك في الفتنه او يشارك في من يصنع الفتنه في نفس العمل؟ فتنه ايه يا استاذ وائل؟ انت لسه حد بيصدق الكلام ده؟ ينفع يتقال عليا انا اخواني؟ اديني اماره يا اخي، ما قلتش ليه من الاول الكلام ده؟ هو هم طلعوا لك جماهير الاهلي الاماره بتاعت شهداء التعليق اللي تحدثت فيها عن شهداء يبقى هيجبوني رابعه. طبعا قلت اتكلمت عن رابعه واتكلمت عن قوات المسلحه واتكلمت عن شهداء مصر في كل مكان. بس رابعه اعتصام دموي يا استاذ. دي كانت مرحله يا استاذ وائل، كانت مرحله. طب خلينا عشان طالما قلته اسمعه، لان هو ده بياخدوه كمان بيستندوا اليه انه ده احمد الطيب اللي بينفذ اجنده اخوانيه قطريه. روح المواطن المصري غاليه جدا جدا، كل الرحمه لشهدائنا، شهدائنا من الكل، الرحمة لشهدائنا من الكل، شهداء ثورة يناير وذكرى محمد محمود و30 يونيو اليوم العظيم، وشهداء ربعة من الإخوان المسلمين اللي هم إخواننا وأشقائنا وحبايبنا. ليه بنقول الله يرحم شهداء يناير؟ ما نقول الله يرحم شهداء يناير وشهداء ربعة وكل شهداء مصر وكل شهداء العرب وكل شهداء المسلمين. هتفرق إيه لما تتقال دي جنب دي؟ مش كده ولا إيه؟ حاجات بسيطة جدا يا ريت نبتدي ننتزعها من علاقاتنا بيننا وبين بعض، لأنها الحقيقة بتعمل كتير من الأمور في النفوس. إحنا أحوج ما يكون إن إحنا ننتشل هذه العادات. الله يرحم كل أمواتنا، كل أمواتنا، كل أموات المسلمين. ده اللي طلعوه جماهير النادي الأهلي، إنه أهو شوفوا بينفذ فعلا أجندة إخوانية قطرية، بدليل إنه تحدث عن شهداء ربعة. لازم نتحدث عن كل شهدائنا المسلمين، ناس ماتت مسلمة. ما هو حاجة، ما هوش ممكن يكون الـ 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 القاتل شهيد والقتيل شهيد. الذين استشهدوا في فض اعتصام ربعة ضباط أيضا أطلق عليهم الرصاص. اعتصام ربعة كان دمويا، كان اعتصاما مسلحا، كان الهدف منه. أنا ما قلتش المعتصمين. كان الهدف منه واختطاف الدولة في مصر. يا سلام، أنا ما قلتش المعتصمين في ربعة، أنا قلت شهداء ربعة، الناس اللي ماتت المسلمين، صحابي وأصحابك. أنت قلت من الإخوان المسلمين. ومن الإخوان المسلمين، إيه المشكلة يا أستاذ وائل؟ إيه المشكلة ما تقول من الإخوان المسلمين الله يرحمه؟ حتى لما مات مش عايزين له الرحمة. ما هم لو لا أنا ما قلتلكش. أنا ما قلتلكش لا تن يعني هنا. يعني إحنا لما إحنا بنتكلم عن إن أعداد كبيرة منهم ضحايا قتلوهم الذين جاءوا بهم إلى هذا الاعتصام، ثم تخلوا عنهم وهربوا جميعا. وهربوا جميعا وبعضهم في ملابس النساء يعني. صحيح. إنما لو أنا تعاملت شهداء ربعة من جماعة الإخوان، ده خطاب إخواني. ولو أنا قلت جماعة ربعة والجماعة الإخوان بس، وما قلتش من الجيش المصري ولا من